لكن انك تعمل النقله 180 درجه في مباراه كبيره زي دي، هو ده النادي الاهلي، وده اللي اتكلمت عليه صحف العالم بالمناسبه. مش بس بتكلم على الصحف المصريه ولا الصحف السعوديه، العالم كله النهارده كان بيتكلم على فوز الاهلي الكبير على اتحاد جده بنتيجه 3-1. تعالوا نشوف كده الصحافه العالميه ازاي رصدت مباراه امبارح وعلقت عليها. هبدا معاكم من اس الاسبانيه. بنزيما طبعا يخرج من بطوله، طبعا هو مش بنزيما يا جماعه، مش عارف ليه الناس مركزه على بنزيما، هو اتحاد جده، لكن هم كلام على بنزيما يخرج من كاس العالم بعد ما ضيع بنالتي لتالق في الشناوي. عملاق عملاق يا ابني والله، عملاق عالمي، وكنت تستحق الحقيقه تكون الافضل على مستوى افريقيا، لكن في النهايه بطل وقائد بكل ما تحمله الكلمه من معاني، ابن النادي الاهلي محمد الشناوي. نروح لماركا الاسبانيه، الاهلي يقصي بنزيما، الاتحاد برضو بنزيما، اسبانيا مركزه قوي مع بنزيما وناسيه الاتحاد، بس الاهلي يقصي بنزيما والاتحاد من خارج بطوله كاس العالم للانديه. دي الجارديان البريطانيه، الاهلي يقصي الاتحاد خارج بطوله كاس العالم للانديه وبنزيما يهدر ركله جزاء. الديلي ميل، كريم بنزيما، نجولو كانتي، فابينيو، طبعا دول كانوا نجوم كبار جدا في اوروبا، خارج بطوله كاس العالم للانديه في ملعبهم. الاتحاد يخسر امام النادي الاهلي المصري بنتيجه 3-1، و سكند راوند وذ اكس ريال مدريد، طبعا على الكلام على بنزيما وضيعوا لضربه الجزاء اللي كانت بالتاكيد طبعا مؤثره جدا في مجرى وسير احداث المباراه. بعد نروح للصحف السعوديه، يلا الرياضه او الرياضيه. طبعا الاهلي المصري يعبر مواجهه جده الى الدور التالي بثلاثيه في مرمى الاتحاد ليله الجوهره حمراء. الاتي تاه فودع المونديال، جده نامت حزينه والاهلي يكسب التحدي العالمي بثلاثيه الثار. دي طبعا جريده الشرق الاوسط وصوره بنزيما معبره جدا بصراحه. دي صحيفة اليوم السعودية كلمت طبعا على اتحاد يخسر بثلاثية من الأهلي المصري ويودع كأس العالم. إمام والهدف الثالث ولا أروع، وأسيست جميل من كهربا. الرياض، الأهلي المصري يقصي الاتحاد ويتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية. طبعا مفهوم حالة التحفظ، لكن الهزيمة كانت مؤلمة وأصدقها أعتقد بره وسائل الإعلام كانت صعبة وعنيفة جدا على جماهير اتحاد جدة ولاعبي اتحاد جدة والجهاز الفني لاتحاد جدة وإدارة اتحاد جدة، اللي ما كانتش متوقعة على الإطلاق إنه في ملعبهم وسط جماهيرهم على قناتهم يخسروا أمام الأهلي بنتيجة تقيلة وثلاثية كبيرة جدا. بنزيما يضيع ركلة جزاء والأهلي يقصي الاتحاد ويواجه فلومينينزي في قبل نهائي مونديال الأندية أو كأس العالم للأندية. دي جازيتا، جازيتا سبورتيفا. بعد كده الجلوبو، الاهلي طبعا يقصي الاتحاد وهيكون منافس لفريق فلومينينزي البرازيلي في دور قبل النهائي للمونديال. صحيفه تيرا او موقع تيرا، الاهلي يهزم الاتحاد ويواجه فلومينينزي في قبل نهائي بطوله كاس العالم للانديه. تقريبا اغلب وسائل الاعلام بتتكلم طبعا على الفوز العريض اللي حقق النادي الاهلي. اي اس بي ان كلمت طبعا على، طبعا دي النسخه البرازيليه، بما طبعا في اهتمام وتركيز كبير جدا من وسائل الاعلام في البرازيل، بما ان احنا ضيوف دائمين او هم ضيوف دائمين علينا. الاهلي قبل كده من برازيل انترناسيونالي بالميراس فلامينجو في النسخه الاخيره، وفي مواجهه فلومينينزي ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي. ففي اهتمام كبير كان من صحافه البرازيل بتخطي الاهلي للاتحاد، وبالتاكيد هيكون مؤثر. فكره انه الاهلي يتخطى الاتحاد ويقدم عرض كبير وثلاثيه، اعتقد بشكل كبير هتغير من طريقه او نظره فلومينينزي لمواجهه الاثنين المنتظره.